جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول: ألف جيم حا من السودان. فضيلة الشيخ، أنا شاب مقدم على الزواج من بنت خالتي، ولكن تواجهني مشكلة، وهي أنني عندما كنت في صغري سمعت من الوالدة ومن خالتي أن الفتاة التي أريد الزواج منها أنها رضعت من خالتي، ولكن عندما عزمت على الزواج سألتها عن موضوع الرضاعة فأنكرتها. لا تأثير لرضاع خالتك لهذه البنت التي تريد أن تتزوجها، لأنه يجوز لك أن تتزوج بنت خالتك من النسب، وكذلك يجوز لك أن تتزوج بنتها من الرضاعة.